السلام عليكم. فين وصل المشكل ديال أمين الرباطي؟ وهل صحيح أنكم طلبتوا أمين الرباطي ب 400 مليون من السنتين؟ احنا طلبنا التعويض. بالنسبة للقضية فهي عند القضاء العام. شكون اللي طلب التعويض؟ واش الشخص ديال البودريقة ولا فريق الرجاء ولا محمد فاخر؟ لا، كاين دعوة اللي مقدمها فريق الرجاء الرياضي، لأنه حس بأنه تهانت كرامة ديال الفريق وسد سمعة ديال الفريق، فطلبنا واحد التعويض مالي اللي ممكن نعرفوا. يمكن نقدر نقول لك واحد 100 مليون. 100 مليون سنتيم. والمسألة ديال الرسائل النصية اللي قال أمين الرباط أنه عرف عليكم دعوة أنها ملفقة ثم ملفقة. مرحبا، أنا دابا نورا لك في التليفون ديالي. شو داري؟ أنا شفتوش معايا، عطينا التليفون ديالي. التليفون راه ما تيكذبش. ماروك تيليكوم راه ما غاديش. يعني هناك رسائل نصية. كاينة رسائل نصية وكاينة في الهاتف ديال فريق الرجاء البيضاء، ماشي ديال شي واحد اخر ولا نكذبوا على شي واحد. الهاتف ديال فريق الرجاء البيضاء هو اللي تيخلصوا الرسائل النصيه، حتى شي واحد ما يقدر يكذب عليها من الهاتف الشخصي ديال امين الرباطي. كيقول ان هناك دليل. وما عنده ما يقول، الا عنده شي حاله في حاله الا كان دليل، شنو الموقف ديالكم؟ يجيبوا. الا عنده دليل اي حاجه حكم المحكمه حنا معاها. شكرا.